على الهواء مباشرة مرة أخرى، أريد أعلن لكم بأنه في شهر فبراير، شهر الثاني من العام الجديد، هناك ألعاب أولمبية تزلج على الثلوج ستقام في هذه المنطقة. ستشترك فيها عدة دول من أوروبا وروسيا وغير دول. اللي يحب يحضر هذه الألعاب الرياضية خلي يحسب حسابه على الشهر الثاني. الألعاب أو الدورة ستستغرق تقريبا 4-5 أيام أو أسبوع، التفاصيل لحد الآن ما معلنة، لكن بشكل تقريبي اللي ناوي يحضر أرمينيا خلي يتهيئ على الأيام اللي ذكرناها بشهر الثاني. ألعاب حلوة جميلة جدا، ألعاب التزلج على الثلوج وألعاب أي شيء يتعلق بالثلوج. بإمكانكم تتصلون بنا على رقمنا اللي معروض أسفل الشاشة حتى نرتب لكم باكيج خاص ممكن أن تقيموا في هذه المنطقة للمعلومات. أيضا فيها فنادق، فيها كوتيجات، ممكن تتصلون بنا نأمن لكم مكان سكن. لا تفكر عدد عائلتك 10 أشخاص أو 6 أشخاص أو 8 بالواي، مهما كان عدد أفراد عائلتكم ما عندنا مشكلة لا من ناحية السكن ولا من ناحية النقل. عندنا سواق ماهرين، عندنا مرشدين عليهم الاعتماد عرب، وعندنا مرشدات نأمن بهم ويكونون برفقتكم كأنما احنا مرافقين. كل ما يتطلب منكم هو أن تتخذوا قراركم و تتصلون بنا. اوكي هذه الاجواء الان شوفوا. معلومه اخرى طبعا، السياحه عموما في ارمينيا تتنشط في فصل الصيف ما عدا هذه المنطقة اللي يكون السياحة في أوج عظمتها في فصل الشتاء في هذه الأيام. اللي يحب التزلج وما يعرف يتزلج وما عنده عدة تزلج مو مشكلة، هنا موجود هذا البناء أمامنا فيها عدة تزلج. هنا عندنا الشباب مثل بكثرة الشباب معلمين للتزلج. اللي أرمان ارفع ايدك، هذا الشخص راح يشترك بالألعاب الأولمبية اللي ستقام في الشهر الثاني وهو معلم للتزلج. أي واحد يحضر هنا يعني، وموجود بكثرة مثل أرمان. الأخ همينة معلم للتزلج. هنا نشوف منتشرين، شوفون يعني مو كل واحد يوصل إلى تساق كازول يعرف التزلج، لا. هنا أنا فشغلة نص ساعة ساعة تأجر معلم، تتفق ويا على فد سعر معين، يعطيكم بعض الملاحظات السريعة بحيث تتمكنون من ممارسة ألعاب التزلج. يصعدون بالتلفريك هم والعدة مالتهم أعلى الجبل الفوق، يترجل هو والعدة ويبدأ بالتزلج من فوق إلى أن يوصل للأسفل. للمعلومات الثلوج لحد الآن ما متساقطة بشكل جدي، هذا مجرد مزينتنا الطبيعة حتى تقول ترى احنا اقتربنا الى دخلنا فصل الشتاء وثلوج موجودة. اوكي يعني قصدي الثلوج بعد ما متساقطة بشكل كثير، احنا بانتظارها. فوق الجبل هناك فوق التل هذا اللي يشوفه من تترجل، ايضا اكو بعض الاكتيفيتي ممكن الزلاجات تاخذه فوق تتزلج. اكو ماطورات خاصه للتزلج ايضا فوق. هنا هذا احد سواقنا ميلو، هنا الاخ ايضا احد مرشدينا العراقيين استاذ بوغوس ابو ماسيس، ومثل ما قلنا لكم هنا المعلمين والسواح مالنا طبعا فوق صاعدين يتزلجون يلعبون بالثلوج.